انخفض من ايه؟ فاتورة مستلزمات الإنتاج. مستلزمات الإنتاج يا يوسف بتكلف 30 مليار دولار. بتكلف كام؟ 30 مليار دولار. اللي هي الخامات اللي بتيجي وبتاع والناس بتشتغل، سواء الحاجات دي بتتباع جوه مصر أو بتتباع بره مصر. فاهم مقصود إيه؟ أيوه. فعشان كده بقى الضغط على الدولار غالي. هديك مثال. إحنا يوسف كان يعني مثلا يعني لما كان الدولار لما كان البرميل بترول ب 50 وب 60، احنا دلوقتي بنشتري بالاسعار دي في حدود 2 مليار دولار في الشهر. كام؟ 2 مليار في الشهر.